مشاهدي قناة شعب قناة شوف تفاهم، مرحبا بكم في البث المباشر العاجل مباشرة من مدينة المحمدية. تتابعون معايا يوم الأحد يعني عطلة نهاية الأسبوع سوق اللويزية. هنا جينا غادي نشوفوا الأثمنة ديال الحولي، اليوم غادي نجيو نشوفوا الأثمنة ديال كل حاجة، اليوم الثمن ديال كل حاجة والجودة ديالها كل حاجة يعني والجودة العالية. فكما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام، اليوم الحولي واصل الثمن ديالو 3500 درهم، أرخص حولي في السوق. فاليوم هنا جينا لسوق ديال اللويزية باش نتعرفوا على الأثمنة ديال كل حاجة. كما قلنا ان الخير موجود هذا العام، هذا الخير كاين غير هو يعني الثمن طالع بزاف. فكما كتشوفوا معنا مشاهدينا ومتابعينا صراحه اجواء جميله ورائعه. بقوا معنا مشاهدينا الكرام، السلام عليكم. كذا خويا العزيز، خويا بغيت نسولك عافاك غير بالنسبه للاثمنه هذا العام، هذا واش طالعه شويه ولا في متناول الجميع؟ طالعه كاع ما طالعاش. هذا الخير هذا بشحال الثمن ديالو؟ ولا هذا 76000 يعني ثمن مناسب. المركب ديالو مين هاد الخير؟ مذاكرة. يعني هانتوما كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام، المركب ديال المذاكرة كما كتشوفوا اللهم بارك، يعني السلعة يعني ها هو هذا 76000. يعني كيف ما كتشوفوا هذا الحولي هذا راه 76000. يعني كيف ما كتشوفوا معنا الخير كاين هذا العام، يعني كيف ما قلنا ان 76000 ريال، يعني كيف ما كتشوفوا معنا مشاهدينا ومتابعينا، يعني كيف ما قلنا الخير كاين هذا العام والثمن مناسب. يعني كيف ما قلنا مناسب الناس اللي عندهم، يعني الناس اللي ما عندهمش الله يشوف من حالهم، الله يلطف بهم. يعني واحد البلاصه كتشوفوا الناس مجموعين بان لي عدوا الهوته. يعني هانتوما خليكم معنا مشاهدينا الكرام. هادو كاملين يعني انتوما الاخوان هادو كاملين 190000. انتوما خمسة الحوالي ب 190000 ريال، يعني انتوما هربوا ليه وقيلا. خمسة الحوالي ب 190000، يعني هادو العام الجاي، يعني هادو يوجدوا من العام الجاي، يعني خمسة الحوالة 190000 ريال. يعني كيف ما كتشوفوا معنا مشاهدينا ومتابعينا، خمسة الحوالة مشاو تباعوا ب 190000 ريال هما هادو. يعني كيف ما كتشوفوا يعني راه خمسة الحوالة 190000 تمام مناسب، 190000 ريال باش تباعوا. يعني كيف ما قلنا راه الخير كاين هذا العام، هذا الثمن راه مناسب. هادي بحال دخل يعني 990000 تباعوا. يعني كيف ما كتشوفوا معنا مشاهدينا ومتابعينا، يعني هانتوما كيف ما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام، الثمن ديال كل حاجه. يعني الناس كيتسالوا يعني هاد الحوليه هادي مولاها كيطلب فيها 40000 ريال، هادي يعني 40000 ريال الثمن ديالها. يعني هانتوما كيف ما كتشوفوا معنا مشاهدينا ومتابعينا، يعني هادو هما الحوالي ديال 190000، خمسة فيهم الحولي والحولية، 190000 الإخوان. يعني هانتوما الإخوان هادو 80000 ريال الواحد، 4000 درهم، 80000 الواحد الإخوان هادو. دابا غادي ندوزو لجهة أخرى. يعني هادو الإخوان اللي شراو ب 100، اللي شراو ب 190 كيبيع فيهم التقسيط دابا 40000 ريال. ها هو هذا 45000 حولية، هذه 45000 ريال، هذه 45000. هانتوما 45000 ريال الإخوان هي ولدها.
140 الف يا ولد الاخوان اللي راه تمام طلع. الله يشوف من حال الدرويش والله يشوف من حال الناس اللي ما عندهمش. واحد الظاهره اللي ولينا كنشوفوها الاخوان مؤخرا ما كرهتكمش تشرحوا لي هذه، علاش كنشوفوا كيديروا لي بحال هكا انتم الاخوان؟ يعني هذه ما كرهتكمش تشرحوها لي، كيما قص فيه كيف ما كنقولوا حنا كيما قصوا. يعني الظاهره اللي كاينه كيديروا لي بحال هكا الاخوان، شي واحد يشرح لينا في التعاليق علاش كيديروا لي حواليا هكا؟ واش هادو التمطاس ولا يعني كيديروا لي شي حاجه؟ الله اعلم. شحال الخير هذا الرجل؟ 110 اللهم بارك. هنا راه كاين الثمن الاخوان 110000 ريال، هذا هو الحول ديال 110000. يعني كاين الثمن يعني 110، يعني راه حولي ب 110 الاخوان. واش انتم الاستطاعه ديالكم انكم تشريو حولي ب 110000 ولا لا؟ الله اعلم. يعني انتم الاخوان هذا حولي ب 110000 ولا طالب فيه 110000 ريال الاخوان، واش مناسب ولا ماشي مناسب؟ الله اعلم الاخوان. يعني خلونا في التعليق وقلنا واش في رايكم نتوما تقدروا تشريو حولي ب 110000 ولا لا؟ فهذاك هو الحولي ديال 110000. فدابا غادي ندوزو نشوفو يعني هانتوما الاخوان، يعني كيما قصو فيه وهذا اللي كيما قصو فيه. يعني الدائرة هذا الاخوان يعني ما عرفناش. شحال الخير هذا الرئيس؟ 90000. هذا 90000 انا نتوما يعني راه كما قلنا الله يشوف من حال الدرويش هذا العام الاخوان. الدرويش محال واش غيعيط صراحه، الدرويش راه صعيب باش يعيط، خصوصا راه كما كنشوفوا راه الغلا الاخوان، راه الغلا راه ما يمكنش. واحد الغلا اليوم في السوق راه اش خاينوا معايا 170 176 راه كاينه يعني الشياط الاخوان في السوق. هو جاي ورا في الروسه كاع اللي ما بغيناش. يعني انتم كما كتشوفوا هذا ب 56 مولاه كيقول فيه 56000. هذا مليح الاخوان مليح، ولكن يعني كيف ما كتشوفوا راه الخير كاين هنا يعني في السوق. يعني كما قلنا الخير كاين غير هو الثمن طالع، فراه ما يمكنش انك تشوف حولي ب 110000 120000. وشوفوا معايا دابا هذاك الاخوان راه هو هذاك، هادوك جوج يعني هادوك جوج غير نعيجات صغيورين بجوجهم طالب فيهم ولاهم 60000 ريال. يعني راه كان الاخوان راه كنقولوا الثمن مناسب، راه ماشي راه باش الكساب ما يبقاش فيه الحال. راه صراحه حتى قلتي لي عيق شي ولا قويتي راه غيهز خابطك ولا يدير لك شي حاجه. هنايا الله ما تقول لي ثمن مناسب دير لي خاطرو، راه ما يمكنش حولي ب 110000 راه بزاف. الله يشوف من حال الدرويش، الله يشوف لنا من حال الناس اللي ما عندهمش والناس اللي ما بحالهمش. يعني انتم كما كتشوفوا معنا الى هنا مشاهدي قناه شاب، قناه شفت فينا في هذا القدر، على امل نلقاكم بعد قليل في فيديو مباشر اخر. شكرا ولا لا.